عزل لليمن وسيطرة على المنافذ وتقاسم للموانئ وأنشطة مشبوهة ونخب عسكرية وميليشيا وتدمير اقتصادي وقتل متعمد للإنسان اليمني. ماذا يريد التحالف من اليمن؟ أهلا بكم. في حديث له للمساء اليمني قال رئيس ملتقى الصياد التهامي محمد الحسني إن بارجة التحالف استدعت الصيادين عبر مكبرات الصوت وسألتهم إذا بقي معهم أحد، وبعد أن أجابوا بالنفي أطلقوا عليهم النار وقتلوهم. حديث يفتح الباب أمام تساؤلات حادة وجارحة، هل بات قتل اليمني هواية تستهوي الجميع، ميليشيا وتحالف؟ وهل بات اليمني هدفا مشاعا للجميع؟ تقف الشرعية اليوم مشلولة بعد أن فقدت أوراقها وباتت مرتهنة للقرار السعودي والإماراتي، فهل هذا هو مشروع البند السابع؟ وهل باتت اليمن أرضا وإنسانا وسيادة تحت رحمة جوارح الجو وضوار الأرض دون أي إشراف أو حضور دولي وأممي وترك مصير اليمن للمزاج الخليجي؟ ماذا يعني أن اليمن تحت البند السابع؟ وهل هذا الأمر يخول التحالف انتهاك السيادة وإقصاء شرعية اليمنيين تحت لافتة تحالف دعم الشرعية؟ مطلع العام 2014 أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وضع اليمن تحت ما يعرف بالبند السابع، وتلك كانت الخطوة التي جعلت اليمن مفتوحا أمام تمرير أي مقترحات يقرها مجلس الأمن وإلزام الأطراف بتنفيذها. في البند السابع للأمم المتحدة تمنح المواد الثلاثة الأولى من البند مجلس الأمن الأحقية في تقرير ما يراه مناسبا لفض النزاع وإلزام الأطراف بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية. كان البند السابع ذريعة لدول إقليمية بعينها بما فيها السعودية والإمارات وأطراف دولية لتحويل اليمن إلى دولة ذات سيادة منقوصة، وعلى هذا الأساس تم التعاطي مع الملف اليمني وتضاءل حضور الشرعية أمام نفوذ التحالف. على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تفوض التحالف العربي أو أي قوة لإنفاذ بنود البند السابع الذي وضعت اليمن فيه، إلا أن التحالف الذي تقوده الرياض وأبو ظبي استغل البند السابع وقرار مجلس الأمن 22/16 والبيانات ذات الصلة لفرض الوصايا. فرض التحالف الوصاية المسلحة على الدولة اليمنية ومنع طائرات الخطوط الجوية اليمنية من الهبوط في مطار عدن، على الرغم من أن الكثير من مواد البند السابع لا تتطلب استخدام القوة المسلحة وتؤكد على تدابير ناعمة كما في المادة 41. تنص المادة 41 على أن لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلاة الاقتصادية. تجاوزات التحالف لا تقتصر على الوصاية المسلحة التي تصمت عنها الأمم المتحدة، بل وصل الأمر إلى انتهاكات واسعة للمقاتلات الجوية التي تقصف تجمعات مدنية وأسواقا شعبية وأحياء سكنية، وهذه الكلفة الأكثر مأساوية لوضع اليمن تحت وصاية من لا يلتزمون بالحد الأدنى من حقوق الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الزرقة المحلل السياسي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. أهلا أستاذ أحمد، ودعني أبدأ معك من موضوع حلقة البارحة في المساء اليمني وتصريح محمد الحسني وهو رئيس اتحاد الصياد اليمني حول قصف الصيادين قبالة ساحل خوخة، وبالتأكيد تابعت الحدث وهو يتحدث أن البارجة استدعتهم وسألتهم هل تبقى منكم أحد، قالوا لا، ثم أطلقت النار عليهم. كيف يمكن قراءة هذه الجريمة؟ هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد وهي تضاف للعديد من الجرائم، هناك الكثير من الاستهدافات، كان يعرف أن المستهدفين إما مدنيين أو حتى جنود من تابعين للجيش الوطني، وتم استهدافهم بدماء باردة نظرا لمزاج القائد العسكري في هذه المنطقة أو في غيرها، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبرى جدا. ربما أن عدم المساءلة وعدم تقديم أحد للملاحقة يشجع
على استرخاص دماء اليمنيين. هذه الدماء غالية جدا، يعني نلاحظ أنهم ينتقدون أو يفزعون ويقلقون من الانتقاد ومن استياء الناس، لكنهم لا يقلقون من الدماء التي تسفك بدم بارد. هذه جرائم تضاف لسجل الجرائم الكبير التي تنتهك أو ترتكب في اليمن منذ 3 سنوات ونصف من قبل التحالف، وبالتالي اليمن للأسف واقع بين الرذيلتين، رذيلة ميليشيا الحوثي والتحالف. هذا جعل كيف يمكن أن تبرر أستاذ أحمد؟ يعني ربما دائما يقال يعني خطأ استراتيجي، لا يمكن أن تكون هناك أخطاء، لكن هذه بشهادة هذا الصياد لا يمكن أن تكون هناك أخطاء. التحالف يمتلك أسلحة دقيقة جدا، لاحظنا كيف أنه يتم رصد أدق التفاصيل، ولكن هذه جرائم مع سبق الإصرار والترصد. اليمنيون كالأيتام على مائدة اللئام، لا توجد حكومة تدافع عنهم، بل على العكس شاهدنا في حوادث أخرى في جرائم استهداف المدنيين أو حتى عسكريين أن الحكومة الشرعية أو وزراء في هذه الحكومة وفي الطاقم الموجود في المنفى أيضا يدافع عن التحالف بشراسة، حتى عندما يعترف الحوثي أو يعترف التحالف بمسؤوليته نجد أن الحكومة تصدر بيان تنكر هذه الجرائم. لدينا جريمة صعدة، لدينا جريمة الدريهمي، وعدد من الجرائم التي كان التحالف يقر بمسؤوليتها لكن الحكومة مصرة. لا أدري ما هو سبب حماس هذه الحكومة. الحكومة هي أيضا تمارس ضدها انتهاك، هي ممنوعة من العودة إلى البلد، وبالتالي يجب أن يكون لها موقف. لكن يبدو أن ما هو تفسيرك أستاذ أحمد؟ يعني لا بيان ولا أي موقف، يعني في مثل هذه الجرائم التي يذهب فيها الإنسان المدني، تحولت الحكومة مع الأسف لناطق للتحالف، تبرر جرائمه، تبرر انتهاكاته حتى في حق مسؤولي الشرعية. لاحظنا أنه تم منع رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية وقيادات عسكرية، تم إقصاؤهم، وهناك العشرات من العسكريين الذين ربما هناك كتيبة كاملة محتجزة في السعودية نظرا لأنها رفضت أن تقاتل داخل الأراضي السعودية أو تحت إمرة التحالف، لأنها غرر بها لتقاتل في مهمة غير التي كانت ذهبت إليها. ومع ذلك لم يصدر إلى الآن أي بيان من الحكومة أو من قيادة الجيش. نحن نخوض معركة بلا حكومة، بلا سند حقيقي لليمين، وبالتالي هذه إشكالية كبرى تتعلق في الأداء. هناك جرائم وهناك تواطؤ، الحكومة الشرعية هي شريكة في الجرائم التي تعرضها اليمنيين بالتواطؤ، بصمتها، بتبريرها، بظهورها عاجزة. للأسف تحول هؤلاء إلى موظفون ليسوا مع الجمهورية اليمنية بقدر ما هم موظفين مع الأطراف الخارجية. لدينا تقارير، يعني تقرير الخبراء وصف الحالة بشكل حقيقي عندما ذكر أن الإمارات والسعودية تستخدم اليمنيين للقتال أو تستخدمهم للقتال نيابة عنها ولتبرير أخطائها. وبالتالي عندما تصدر الجرائم يقول التحالف نحن تلقينا الأوامر من الحكومة اليمنية، وهذه شيء خاطئ وغير صحيح جدا. الرئيس هادي لا يستطيع أن يوجه حتى بالدفاع عن مسكنه. لاحظنا عندما هل أفهم من كلامك يعني أو من الواضح أيضا أن التحالف هو صاحب القرار الأول؟ يعني هل هذا ما يحمله مضمون البند السابع؟ يعني ما يحدث في اليمن يجعلنا نعود إلى يعني وضع اليمن في البند السابع ونحاول فهم ما الذي يحصل؟ اليمن وضعت في البند السابع تقريبا في شهر 5/2000 أو في شهر 4/2015 بشكل واضح، كان قرار أممي بوضع. لكن ما حدث ليس ترك اليمن تحت البند السابع، لكن تم إيكال الملف اليمني بالكامل للتحالف السعودي بتفويض غير حقيقي وغير مباشر وغير واقعي. وبالتالي المجلس الأمن هو ما دام أسند أو وضع اليمن داخل البند السابع، هناك تبعات سياسية وعسكرية واقتصادية يتحملها مجلس الأمن بشكل واضح. ما هي هذه التبعات؟ المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية إعادة النصاب، الأمور إلى نصابها قبل الانقلاب، الالتزام بمخرجات الحوار الوطني
الوطني، الالتزام بالمبادرة الخليجية وبقراره والالتزام بقرارة مجلس الأمن. لكن مجلس الأمن لا يتابع هذه القرارات، ترك الأمور للتحالف، والتحالف يسير قدما في عملياته العسكرية فقط، بعيدا عن الالتزام الأخلاقي، الالتزام الاقتصادي، الالتزام تجاه بلد خاضع للوصاية بالكامل. تم أخذ الشق العسكري فقط، وتكييف القرارات الأممية وتكييف المبادرة الخليجية بما يتواءم مع مصالح دول التحالف، خاصة الإمارات السعودية. لاحظنا أن هناك بشكل واضح تقاسم على الميدان بين القوات الإماراتية والقوات السعودية، هنا الساحل الغربي وعدن تحت حماية أو تحت وصاية الإمارات، المناطق الشرقية والشمالية وجزء من المناطق الغربية تحت وصاية المملكة العربية السعودية، وهذه كارثة كبيرة جدا. أين دور الحكومة؟ أين دور يعني حتى هذه الوصاية ليست وصاية كاملة، هي وصاية عسكرية أمنية بحتة. هناك مسؤوليات، يعني لاحظنا خلال الثلاث الأعوام الماضية العديد من حالات الانهيارات للاقتصاد، المجاعة التي ضربت اليمن، لكن التحالف أذن من طين وأذن من عجين، منع حركة الطيران داخل حتى المناطق المحررة، تحويل المطارات إلى سجون ومعتقلات سرية، منع الحكومة من تصدير النفط والغاز، السيطرة على ميناء عدن، على ميناء المكلا، على ميناء المخا، واليوم محاولة البسط على ميناء الحديدة دون أن يكون هناك أي مخارج إنسانية حقيقية أو تفضي إلى حل حقيقي للأزمة. الحكومة اليمنية تتعامل مع اليمن أو مع الداخل اليمني وكأنه تطبيق داخل الإنترنت تديره من بعد، وهذه كارثة. اليمن ليست تطبيق داخل الإنترنت، اليمن بلد فيه 25 مليون شخص يتعرضون للانتهاكات اليومية من قبل ميليشيا الحوثي، يتعرضون أيضا للتجويع، لمنع حقوقهم الأساسية الأصلية في الحياة من قبل التحالف. نلاحظ في عدن وهي عاصمة اليمنيين منعت أن تتحول إلى عاصمة، تم تسليمها للميليشيات، تم تسليمها لأدوات القتل والاغتيال. اليوم نحن بعد ثلاث سنوات ونصف نحتاج إلى وقفة حقيقية تجاه التحالف، تجاه أداءه، وتجاه، وهذا الكلام ربما نحن نطرحه منذ أكثر من عامين. هناك مشكلة كبرى، يعني لا يمكن أن تتحول اليمن إلى ملف ميت داخل درج مجلس الأمن، يجتمعون ويستخدمون اليمنيين للضغط على الميليشيا أو للضغط لتحقيق يعني لتحقيق مكاسب سياسية أو غيرها. هناك مسؤولية أخلاقية واضحة، انهارت العملة اليمنية ولم يتدخل أحد. إذا ذهبنا إلى ملف الخدمات في عدن وهي العاصمة المؤقتة، إلى الآن بعد أربع سنوات بلا ماء، بلا كهرباء، بلا أمن، بلا حكومة. نعم، سنناقش ذلك أستاذ أحمد بالتفصيل، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من ألمانيا. مساء الخير دكتور علي. مساء الخير دكتور علي، هل تسمعني؟ نعم، سنعود التواصل بك دكتور، يبدو أن الاتصال سقط. دكتور أستاذ أحمد، يعني قلنا أن الشرعية تسكت تجاه ما يحدث، ولكن أيضا التساؤل هو من مجلس الأمن لماذا السكوت ولماذا هذا التواطؤ ولما فعلا تحولت اليمن إلى مجرد ملف يظهر على الطاولة وقت ما يشاءون الضغط على بلد ما؟ يعني الأمر كونه اليمن تحت الفصل السابع كما قلت يعني ليس جزء واحد وهو الجزء العسكري، هناك أكثر من جانب، ولكن لا نجد أي حديث ولا نجد، وكأن الأمر أوكل تماما للتحالف ورفع مجلس الأمن يده. مجلس الأمن للأسف يدار بطريقة المصالح. لاحظنا أن حتى تقرير لجنة الخبراء، تقرير هيومن رايتس، تقرير منظمة العفو، التقارير الكثيرة تتحدث فقط، حتى الأصوات بدأت التي تتعالى الأصوات الحقوقية في المجتمع الغربي، أن اليمن ليست أكثر من محطة أو منطقة لابتزاز الخليج، لبيع السلاح، للترويج للوهم، يعني البحث عن مكاسب حتى لهذه الدول. لاحظنا أن قرارات مجلس الأمن بعدم بيع السلاح
الأسلحة أو حتى فشلت بشكل كبير جدا، فشلت حتى الكونغرس الأمريكي رغم أن هناك ضغوط لمنع بيع الأسلحة لكن لم تتوقف، حتى في دول أوروبا لم نسمع أنها لها أي دور إلا باستثناء عندما سمعنا أن حتى كانت أسبانيا توقفت عن بيع الأسلحة القنابل الذكية لكنها عادت من جديد وباعت. نعم لكن يعني هذه الجزئية يعني نتذكر أنه يعني منع من بيع الأسلحة والاستيراد الأسلحة فقط لجانب الحوثيين بحسب القرار، ترفض بحسب القرار ليس للحوثيين لكن لجميع الأطراف، وكان هناك مطالبات بمنع حتى تصدير السلاح وبيع الأسلحة للتحالف خاصة بعد أن ثبت أنها استخدمت ضد أهداف مدنية وسقط فيها ضحايا مدنيين، وبالتالي هذه أزمة أخلاقية يعاني منها المجتمع مجلس الأمن أو الدول الفاعلة في مجلس الأمن. لاحظنا كيف مجلس الأمن يحاول أن يذهب بمسار الأزمة عبر المجلس عبر المبعوث الأممي بمنحى آخر، لاحظنا نوع من التدليل لميليشيا الحوثي، لاحظنا محاولة مقايضة ملف اليمن وملف سوريا وملف العراق، لكن هناك إشكالية كبرى تتعلق في أن مجلس الأمن الدول التي وضعها تحت الوصاية للأسف جميعها لم تخرج إلى طريق واضح، لم تنتهي فيها الأزمات. لدينا العراق منذ 2004 وهو تحت البند السابع، وربما من قبل 2004 ربما من بعد، نعم من بعد اجتياح الكويت. سوريا لديها يعني اليمن أيضا أفغانستان وضعت دول كثيرة وضعت تحت البند السابع، لكن ما الذي يحدث؟ توضع مجموعة من العوائق من هي أشبه بمنظومة من العقوبات لا تستهدف الجماعات المسلحة بقدر ما تستهدف المواطنين بشكل نعم. كامل. اسمح لنا أستاذ أحمد، عاد إلينا الدكتور علي، دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من ألمانيا. مساء الخير دكتور. مساء النور. نعم دكتور، قد يبدو سؤالي متأخرا ولكننا وضعناه في بداية الأمر وهو من باب استرجاع بعض المعلومات التي ربما يكون نكون في خضم الأحداث نسيناها أو تناسيناها. حدثني ما الذي يعنيه أن تكون اليمن تحت الفصل السابع أو البند السابع؟ المجتمع الدولي أو منظمة الأمم المتحدة نشأت أساسا لمنع الحرب، هي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وأنشأتها الدول المتحالفة التي خرجت منتصرة بالحرب من أجل منع مآسي الحروب التي والمآسي التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. وأول وظيفة وحتى يعني أتت في ديباجة الأمم المتحدة أن وظيفة الأمم المتحدة هي منع الحروب وحل النزاعات بالطرق السلمية، وضمن هذا الإطار وضمن هذه الوظيفة وضعت الأمم المتحدة أو وضع ميثاق الأمم المتحدة عدة طرق لحل هذه النزاعات، وفصلها هو في فصلين في البند السابع والبند السادس. البند السادس ينص على حل المنازعة سلميا ويقرر في هذا المجال الطرق المناسبة مثل الوساطة، التحكيم ومن هذا القبيل، الجهود الدبلوماسية. اما البند السابع فهو ايضا ينص على حل النزاعات، ولكنه يسمح هنا للدول المنتميه للامم المتحده باستخدام العقوبات او باستخدام القوه المسلحه في حالات معينه. نعم. وبمعنى انه لا يوجد اختلاف بين البند السابع والبند السادس الا في مساله الادوات التي تؤدي الى الحل السلمي للنزاع. نعم، وقد تدرجت اليمن يعني من البند السابع، ويعني كان هناك ربما تلويح بالفصل السابع في 2014 حتى دخلت تحت البند. هو ادخال اليمن تحت البند السابع هو لا يعني ذلك عقوبات ضد اليمن، هو كانت المطلوب انشاء او فرض عقوبات على بعض الشخصيات على بعض الجهات، وهي نعم وربما يعني نعم هذا ما حدث في القرار، لكن ما نجده دكتور يعني ان اليمن برمتها تم معاقبتها يعني في جميع الجوانب، يعني لم تتم الحلول العسكريه فقط وانما فعلا يعني كان هناك انقطاع عسكري واقتصادي ويعني حتى على مستوى اشبه بالمقاطعه التي حدثت للعراق ولكن بصوره غير واضحه او غير مباشره. المعنى القانوني للبند السابع ليس كذلك، يعني الممارسه مختلفه، نعم الممارسه يمكن مختلفه لاسباب سياسيه، اما الاسباب القانونيه فلا يوجد سبب قانوني ابدا. يعني مساله ان اليمن تحت البند السابع يستدعي ان اليمن تتعرض للمقاطعه وتتعرض الحكومه اليمنيه والشعب اليمني للعقوبات، هذا غير يعني غير منصوص عليه، وليس مساله تلقائيه عندما
توضع اي دوله تحت البند السابع، فان ذلك معناه ان الدوله نفسها تقع ضمن العقوبات او مسموح ان تفرض عقوبات على الحكومه او على الشعب. لكن للاسف الشديد الممارسات هي الممارسات من قبل التحالف العربي، ممارسات الدول الاخرى، المواقف السياسيه هي من تفرض ذلك. اما البند السابع نفسه فاثاره القانونيه يعني ليست كذلك. البند السابع نص او فرض من اجل ان يعني كصيغه قانونيه للسماح بفرض عقوبات على اشخاص معينه، وكان الرئيس علي عبد الله صالح السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وشخصيات اخرى حوثيه فرضت عليها عقوبات، تجميد الاموال، منع من السفر، فلم يكن بالامكان فرض هذه العقوبات من مجلس الامن واليمن تحت البند السادس لانه لا يسمح بذلك. ولذلك تم وضع اليمن او الاعتماد على البند السابع لفرض هذه العقوبات، لكن ذلك لا يعني تلقائيا ان اليمن نفسها تحت العقوبات. ما نشاهده الان هو ممارسات سياسيه من المجتمع الدولي ضد الوضع في اليمن بشكل عام، ليس ضد الحكومه اليمنيه او الشعب اليمني. كيف يمكن تفسيرها دكتور؟ يعني كيف يمكن ان نفسر هذه الممارسات؟ نعم، كيف يمكن ان نفسر هذه الممارسات التي تتحدث عنها؟ ان لم تكن يعني تحت البند السابع فهي تحت اي بند وعلى اي اساس ارتكزت؟ الموقف الان المجتمع الدولي كيف ينظر الى المعركه في اليمن؟ كيف ينظر الى النزاع في اليمن؟ المجتمع الدولي يعني الدول المختلفه والقوى الدوليه الكبرى والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه لا ترى الحرب او لا ترى النزاع الموجود في اليمن هو نزاع داخلي او هناك نزاع بين طرف انقلابي وبين الحكومه الشرعيه. للاسف الشديد نتيجه سياسات وسلوكيات التحالف العربي ونتيجه توظيف الحرب في اليمن في نزاع اقليمي اوسع واكثر انتشارا ومع النزاع الموجود النزاع ما يسمى صراع القوى الاقليميه بين السعوديه وحلفائها وبين ايران وحلفائها والذي يمتد على اكثر من ساحه على الساحه العراقيه والساحه السوريه واللبنانيه وغيرها من الساحات، تم توظيف الساحه اليمنيه والنزاع في اليمن في ضمن هذه المعركه الاوسع. وبالتالي المجتمع الدولي والقوى الغربيه لا ترى النزاع في اليمن نزاعا محليا، هي تراه نزاع اقليمي. ولذلك لا تتعامل على ان المعركه هي بين الحوثيين الانقلابيين وبين الحكومه الشرعيه، بل هي تتعامل بان النزاع هو بين اطراف وكلاء محليين للنزاع بين قوى اقليميه. ولذلك هي مثلا لا تتخذ موقف مثلا ضد اليمن، لكن تتخذ موقف ضد التحالف السعودي الاماراتي الموجود في اليمن، والذي لا يتمتع بشعبيه او لديه سمعه سيئه بالنسبه في المجتمع الغربي نتيجه ممارستها في مجال حقوق الانسان، نتيجه ان هذه الدول لديها سمعه سابقه باعتبارها دول دكتاتوريه، دول تمارس نوع من الغطرسه في سياستها الخارجيه، دول لا تحترم حقوق الانسان. لذلك النزاع اليمني اقل اصبح يعني تراجع الى خلف واجهات النزاع الاقليمي. ولذلك هذه الممارسات يعني حتى موقف الامم المتحده يعني موقف منظمات الامم المتحده وشخصيات الامم المتحده مع الحوثيين هو ليست يعني محاباه للحوثيين بقدر ما هو نوع من العقوبات، ليس العقوبات ولكن موقف ضد التحالف السعودي الاماراتي في اليمن. يعني مساله السماح للطيران او الاتفاقيه التي تم توقيعها مؤخرا بين مسيره الامم المتحده في صنعاء وبين الحوثيين لتسيير رحلات نعم، ولكنها لم تتم يعني في نهايه الامر لم يوافق التحالف ولم تتم. دكتور هذا الحوثيين بقدر ما هو نوع من تحدي نعم، لكن التحالف يعني لم يقبل بذلك الاتفاق ورفض تسيير اي رحلات جويه او جسر جوي. نعم، حتى لو رفض لكن الموقف نفسه ان الامم المتحده تبدي استعدادا، موقف المبعوث الاممي الذي يبدو انه يحابي الحوثيين هو في الواقع يعني لا نستطيع ان نتغير انه ندعي انه لديه مصلحه في محاباه الحوثيين، ولكنه يرى التصلب او السياسات السعوديه الاماراتيه التي يعني همشت الحكومه الشرعيه اليمنيه. ما نراه الان ليس صراعا بين الحكومه الشرعيه اليمنيه وبين الحوثيين، هو صراع بين المملكه العربيه السعوديه والامارات من جهه وبين ايران عن طريق الحوثيين. ولذلك اليمن وموضوع اليمني والمواطن اليمني والشعب اليمني واليمن كدوله ليست في محل اهتمام الدول الاوروبيه والدول الغربيه، هي ترى الصراع بطريقه مختلفه، هي ترى صراعا اقليميا ساحته اليمن، ولذلك اولوياتها او قواعد تصرفها بالنسبه لهذا الصراع لا ترتبط بمعاناه الشعب اليمني ولكنها ترتبط بالحسابات الاقليميه وحسابات الصراع الاقليمي. وللاسف ان الحكومه الشرعيه سمحت بذلك، الحكومه الشرعيه التي لا تتصرف بالقدر المناسب من المسؤوليه، الحكومه الشرعيه التي استسلمت
للإملاءات ولحالة الإضعاف التي تم يعني تم بالقصد من قبل التحالف العربي من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التي أعاقت عودة الشرعية وعاقت قدرة الحكومة الشرعية على استعادة قوتها وعلى استعادة بناء مؤسسة الدولة من أجل أن تستمر الحكومة الشرعية في الخضوع للإملاءات السياسية سواء من قبل السعودية أو من قبل الإمارات. هذا بالتالي انعكس دوليا في أن الحكومة الشرعية غير موجودة لدى المجتمع الدولي، لا أحد يتعاون مع الحكومة الشرعية، لا أحد يتحدث مع الحكومة الشرعية مباشرة. هم يرون أن مفاتيح حل الأزمة والنزاع الموجود في اليمن هو في يد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نعم، وهذا ما يحدث في واقع الأمر. شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. إذا أستاذ أحمد، يعني باعتبار أن ما يجري في اليمن أصبح مهددا للأمن والسلم الدوليين، هكذا جاء في قرار الأمم المتحدة أن تضع اليمن في البند السابع، يعني خرجت اليمن أو صناعة قرارات اليمن لم تعد شأنا داخليا وإنما بنظر المجتمع الدولي، ولكن ما يحدث فعليا أن لا علاقة للمجتمع الدولي وما زالت اليمن مهددة للسلم الإقليمي والدولي، ولكن ربما حتى بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب لم يستشعروا هذا الخطر. أولا يجب أن نعرف أنه كما قال ضيفك الكريم الدكتور علي العبسي، المشكلة اليمن هي أو الشرعية أنها ارتضت أن تصبح هامشا أو ظلا للتحالف، تنازلت عن صلاحياتها، تنازلت عن وجودها، تنازلت حتى عن الكثير من أدواتها لصالح التحالف، وبالتالي هذا وضع طبيعي جدا عندما لا تكون لديك حكومة في الميدان، عندما لا يكون لديك رئيس داخل البلد، عندما لا تكون لديك مؤسسات تفشل في المؤسسات، عندما يكون هناك تناحر داخلي في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لسيطرة الدولة أو لسيطرة الشرعية، لكن ما يحدث أنه لا توجد مناطق حقيقة خاضعة لسيطرة الشرعية بشكل حقيقي، ما يحدث أنها مناطق تقاسم أو مناطق نفوذ للقوات السعودية والإماراتية، وهذه إحدى الكوارث. لكن دعينا إذا رأينا أو إذا نظرنا كيف يتعامل المجتمع الدولي، المجتمع الدولي أو مجلس الأمن في قراراته يؤكد على وحدة على دعمه لوحدة وأمن واستقرار وسلامة اليمن، وبالتالي لكن في الواقع هو يتعامل مع اليمن كيمنيين، يتعامل مع الحوثي ويتعامل مع الشرعية، لكن تعامله مع الحوثي بشكل مباشر، ولاحظنا أنه يوقع اتفاقات وبالتالي هو مجلس الأمن هو يقر واقع انفصال بشكل كبير جدا في اليمن، وهذه إحدى الأخطاء التي حتى الحكومة الشرعية لم تنتبه لها ولا تثير عندها أي حساسية، حتى عندما تقدم مبررات يعني أنت غير موجود، وبالتالي كان الحديث مجلس الأمن أو حتى المنظمة الأممية تقول لدينا مشكلة في إدخال المساعدات، لا نستطيع إدخال المساعدات عبر عدن أو عبر المخا أو عبر المكلا أو عبر أي منطقة، المنطقة الوحيدة التي يتم إدخال المساعدات هي عبر ميناء الحديدة، أنت ماذا قدمت؟ هل سمحت بعودة النشاط التجاري وعودة الحكومة وعودة المؤسسات إلى الدولة؟ لكن ما يحدث أن التحالف على العكس ساهم في ايضا في الانقسام، التحالف لا يتعامل مع اليمن وفق الالتزامات التزامه بوحده وسياده اليمن وحتى سلامه اراضيه، لاحظنا انه استبدل الحكومه بجماعات بميليشيات بمسميات مختلفه، اليوم لاحظ ان التحالف لا يبرع في غير في تقسيم المجتمع اكثر وتجزئته اكثر، احدث انشقاق وصراع داخل عدن داخل تعز، واليوم هناك صراع في المهرة بين مكونات المجتمع، المهرة التي كانت مجتمع متماسك ولديه موقف واضح، عندما رفضوا إقامة قواعد عسكرية اليوم بدأ يخرج مسيرات ويعقد اجتماعات للشخصيات يقول انها تؤيد وجود السعودية داخل المهرة، وهذه هذا هو الجزء الوحيد الذي يبرع في التحالف، الجزء التخريبي، تخريب عن طريق تدمير البنية التحتية وتخريب للمجتمع وإنشاء ميليشيات وجماعات محسوبة عليه. المشكلة الكبرى هي أيضا عدم وجود عمل متسلسل أو عمل ضاغط على التحالف وحتى على الحكومة، كان هناك قرار أو تقريرين للجنة الخبراء، هؤلاء التقريرين خطيرين جدا ويجب أن يتم ترجمتهما على الواقع،
الخبراء يصنفوا المرض لكن لا أحد يعالج المرض، الجميع يذهب باتجاه الأعراض الجانبية. هناك مشكلة كبرى تتعلق باستعادة بعدم القدرة على استعادة الشرعية أو عدم رغبة التحالف في عودة الشرعية ووجود كيان يمني قادر أن يقول لا ويرفض أن يدير حياة الناس. لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف بعد انهيار الريال اليمني كيف ما الذي حدث؟ خرجت مسيرات لمهاجمة الحكومة، الحكومة غير الموجودة أصلاً. ولكن لاحظنا ان التحالف ايضا وقع في شر اعماله عندما حتى في المناطق التي كانت ساكته وترضى بوجود التحالف خرجت، لا يمكن للتحالف ان يكذب طويلا وان يصدق انه يساعد اليمنيين، الواقع يقول انه يكذب وانه لا يساعد اليمنيين وانه اصبح جزء يعني لا يقل شرا او لا يقل يعني ضررا من ميليشيا الحوثي. بالتالي نحن معنا لدينا مشكلة كبرى جدا تتعلق بالحكومة بالرئاسة بالمسؤولين الذين ارتضوا أن يكونوا مجرد بيادق، هذه مشكلة كبرى تتعلق. ربما لو كان هناك إرادة حقيقية أو لو كان لدينا مسؤولين يتحلون بنوع من الصداق من الصدق والمصداقية وحتى لديهم قدرة أن يقولوا لا كانت تغيرت الأمور بشكل كبير جدا، لكن سلموا ووقعوا للتحالف على ورق من بيض، وعندما تتضرر مصالح هذه النخبة تبدأ تصيح وتقول لا هناك مشكلة. لاحظنا وزراء كانوا في الشرعية وكانوا في الحكومة عندما خرجوا دعوا لتصحيح مسار الشرعية، لماذا لم تصححوا عندما كنتم موجودين؟ لماذا القبول بأن يعني تتحولوا فقط لمجرد أدوات؟ ولاحظنا كيف انغمسوا الجميع، انغمسوا تحدث أحدهم نجد انغمس الجميع بالفساد يعني. ولكن عندما يتم يكون هناك أشخاص منغمسون بالفساد يسهل إزاحتهم ومن ثم يسهل أيضا تشويه الآخرين، لكن لاحظنا كيف تم تصفية والتخلص من عدد من الرموز الوطنية التي كان لديها موقف واضح جدا من قضية إنهاء الانقلاب، من قضية العلاقة بين التحالف والشرعية. هناك أنت يعني لاحظنا المستوى الانحطاط في التعامل مع اليمنيين، يعني حكومة في الخارج ممنوعة، وصل الموضوع إلى حتى الطيران اليمنية، تخيلي طيران اليمنية يعني الرسائل التي طرحت إن يعني تخيلي إذا كان لدينا طائرتين $1,200,000 شهريا مقابل مبيت، هذه المبالغ لو خصت لدفع مرتبات كان الموضوع انحل بشكل كبير جدا. نعم يعني ربما كل النقاط تشير إلى أنه لا يراد لي وجود حل فعلي في اليمن، وإلا كما قلت يعني لو شغلت الموانئ لو استفيد من كثير من الموارد التي كان يمكن أن تكون بديلا لاجتزنا هذه المرحلة بكثير. دعني أسألك دكتور أستاذ أحمد، يعني كيف تفسر أيضا عدم وجود قيادة عسكرية واضحة ويعني تدير المعركة حتى نستطيع أن نقول فلان هو المسؤول عن هذه؟ يعني هل يعقل أن تدار حرب دون وزير دفاع طوال هذه الفترة؟ هل يعقل أن تدار حرب دون أن نعلم من المسؤول الفعلي عن قيادة هذه العمليات؟ كل طرف يتهم الآخر في تأخر المعركة، لا نجد يعني جهة واحدة نستطيع أن نشير إليها ونقول يعني أو نسائلها أو نتبع. هذه واحدة من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها الشرعية، وأعتقد أن التحالف دعم فيها وعزز الموضوع بشكل كبير جدا، هو يريد أن تكون الأمور منفلتة وهو المتحكم. لاحظنا حتى في قضية التعامل مع المناطق العسكرية كيف أن يتم التعامل معها وفق المزاج ووفق المصالح الخليجية. لاحظنا يراد لليمن اليوم حتى عسكريا أن لا تكون هناك في اليمن قوة عسكرية، يراد اليوم لاحظنا خلال عندما دخلت القوات الإماراتية إلى المكلا كان هناك أسلحة تبع المنطقة العسكرية الأولى وأسلحة ثقيلة دبابات ومدفعية وحتى طيران تم أخذها جميعها وتفكيكها وتدميرها. لا يراد لليمن أن حتى الجيش اليمني أو الجيش الوطني الذي يذهب أو يكل إليه المقاومة، ما هي الأسلحة التي تعطى له؟ تعطى له مدرعات وأسلحة خفيفة وأسلحة متوسطة، لا يراد فقط للبلد هذا، لا يراد حسم المعركة عسكريا. لاحظنا عندما كان هناك تقدم عسكري في بعض الجبهات
الانتباهات كيف يتم قصف هذا التقدم ويعني استشهاد عدد كبير من العسكريين. لاحظنا في بداية الحرب وكانت هذه رسالة واضحة أن التحالف لا يريد أي قوة عسكرية خارج سيطرته. عندما تم استهداف معسكر في العبر على بعد أكثر من 500 كيلومتر من أقرب منطقة مواجهات، وبالتالي هذه إشكالية منذ البداية. نعم، هذه كانت رسائل واضحة جدا أن الآن يساق اليمنيين بالعشرات بالمئات بالآلاف للدفاع عن المناطق الحدودية السعودية، بينما هناك مشكلة حقيقية لو تم توجيه الجهد لتم تحرير صعدة، لتم استعادة صنعاء، لتم انتهاء يعني الآن تعز يعني المشكلة الملف الغامض يعني منطقة محاصرة، ومع ذلك بدل أن يتم دعمها تم شق المجتمع داخلها، تم شق المقاومة، تم إحداث مشاكل وبلبلة يعني، وكأن الناس لم يعد لديهم مشاكل، وكأن الحوثي لم يعد موجود داخل المحافظة. اليوم الأسرع داخل تعز يقوي الحوثي يقوي وجوده. حتى في قضية مفهوم العمليات العسكرية، كيف ممكن أن نفهم تذهب ألوية كاملة إلى الحديدة وتسيطر فقط على الخط الإسفلتي بينما ما زال العمق موجود في تعز وفي غيرها في المناطق هذه في يعني هذه حتى هذه كشف عنها أنور قرقاش وكشف عنها أكثر من قائد عسكري أنه نحن نريد الذهاب للحديدة من أجل الضغط على الحوثي للعودة للمفاوضات وستكون آخر نقطة، وبالتالي ليس لديهم لا يتوائمون مع موضوع استعادة الدولة بشكل واضح بقدر ما هم يريدوا أن تكون هناك جماعات تدين بالولاء للخارج. سينضم معنا الدكتور محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي سابقا من أبها عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. أهلا بك دكتور. وبداية دعني أسألك، هل لا يزال التحالف ملتزما بالإطار القانوني والسياسي في تدخله في اليمن؟ بكل تأكيد، طالما هناك حكومة شرعية والحكومة الشرعية هي التي طلبت من التحالف التدخل حينما كان هناك غير شرعيين قاموا بانقلاب على حكومة شرعية وعلى إرادة الشعب اليمني ضاربين عرض الحائط بمخرجات الحوار اليمني في حتى تدعكي عن القضايا الأخرى التي جاءت فيما بعد. ولذلك الحكومة الشرعية هي الحكومة المعترف بها دوليا وعربيا ويمنيا، ولذا التحالف حتما سيقف إلى جانبها ووقوفه الى جانب الشعب اليمني. اذا اين هذه الحكومه الشرعيه التي تتحدث عنها دكتور، يعني وهي لم تستطع ان تدير ابسط الموارد في المناطق التي حررت كما يزعم، يعني على مستوى بيات طيران اليمنيه يتم الاستئذان من التحالف ولا يقبل، على مستوى التصرف في موارد الدوله، اداره المنافذ البحريه، الرواتب، كل هذه الإمكانات التي لم يستطع التحالف تقديمها للحكومة الشرعية لتثبت وجودها على الأقل. بكل أسف هناك عناصر أو فئات أو أطراف في داخل اليمن من لا يريد لليمن أن يستقر تحت الحكومة الشرعية، فهم يحققون الفوضى في أكثر من مكان، لأن طبيعة المنظمات الإرهابية الحوثية ومن ينضم إليها من إرهابيين العالم العربي والعالم وإيران بكل تأكيد لا يريدون استقرار اليمن، لا في موارده الاقتصادية ولا بالحفاظ على أمنه الداخلي ولا بالحفاظ على مكونات الشعب اليمني الذي للأسف لا تستطيع الحكومة الشرعية في ظل الظروف ما يشبه الفوضى التي تخلقها هذه العصابات واصحاب ايضا الاراء المختلفه الذين يصارعون على حساب المصلحه اليمنيه. نتمنى الشعب اليمني يلتفح الحكومه الشرعيه ومن ثم بعد ذلك هم الشعب اليمني يقرر، ليس بالضروره ان تستمر هذه الحكومه، انما من حقه وكما حدث من إبان تنازل علي عبد الله صالح أن هناك مرحلة انتقالية وأن هناك مرجعيات يعتمد على الشعب اليمني وهو مخرجات الشعب اليمني الحوار اليمني، ولكن الحوثيين ومن وراءهم ومن معهم
بكل أساس لا يريدون أي مصالحة يمنية، أي استقرار اليمن لكي تستقر، حتى البحث عن موارد، الموارد تغطي احتياجات الشعب اليمني، الموظفين غيرهم. ولذلك حتى كمان الأخ يتكلم عن القوة العسكرية اليمنية، أضعفت تماما، أضعفها علي عبد الله صالح ثم سلم ما بقي منها للحوثيين فأضعفوهم تماما، وسخروا القوة التي كان يملكها اليمن لمحاربة الجنوب. انظري إلى حربهم على عدن، نعم. اسمح لي دكتور يعني أن نشرك أمة لا علاقة لها باليمن. نعم اسمح لي في هذه النقطة دكتور محمد. نعم دكتور محمد اسمح لي أن أشرك معنا في حوارنا الضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الزرقة المحلل السياسي. ما رأيك أستاذ أحمد؟ يعني ليس الدكتور محمد الوحيد الذي يتحدث بهذا المنطق، أغلب من يعني يتحدثون عن التحالف يتحدثون عن نقطة مهمة، وهي أن هناك عناصر في داخل الشأن اليمني لا تريد للتحرير أن يتم بصورته الكاملة، لا تحقق للدولة وجودها ولا الاستفادة من مواردها، وعلى العكس يتضرب في الدولة من الداخل. مع تقديري لضيفك الدكتور محمد آل زلفى، لكن ما يطرحوه لا ينسجم مع الواقع. الحكومة هي حكومة منفى وموجودة في المنفى وممنوعة بقرار من الإمارات وأطراف أخرى من العودة إلى داخل اليمن. عدن تم خروج ميليشيا الحوثي منها في 2015 ولم يسمح للحكومة بأن تبقى فيها. تم إنشاء المجلس الانتقالي ودعمه من قبل الإمارات، تم إنشاء الحزام الأمني ودعمه من الإمارات، وتم منع الحكومة بشكل واضح من الإمارات، وحتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد الموقف الذي وقوفه في موضوع سقطرى تم منعه من أو طلب من الإمارات بعدم عودته إلى اليمن، وبالتالي لا يوجد أي مسؤول يمني قادر على العودة إلى اليمن. وبالتالي أنت إذا لم تستطع، إذا لم يدعم التحالف عودة الحكومة إلى عدن، فلا معنى لأي كلام آخر. لا توجد تنظيمات داخل عدن، الحكومة قادرة على تأمين نفسها، دعها تعمل وهي تتحمل مسؤوليتها. هؤلاء هم في الأخير جزء من الشعب اليمني وعليهم مسؤولية، لكن أن تمنع الحكومة من العودة إلى البلاد وتقول أنها حكومة موجودة وأنها حكومة فاعلة وأنه هناك أطراف والتحجج بشماعة الحوثي، شماعة الحوثي موجودة في مناطق ويحاربها اليمنيون بشكل واضح، وهناك يعني موقف من جميع القوى اليمنية أنها لن تستسلم لميليشيا الحوثي. لكن عندما تمر اليمن بأزمات كبرى ولا يسمح لها للحكومة أن تكون موجودة وأن تدافع عن خياراتها، هذه مسؤول مشكلة لا يمكن أن تفهم. كيف يمكن أن نقول أن لدينا عاصمة مؤقتة تم انتقال يعني تم تسميتها ولا تسمح للحكومة أن تمارس عملها؟ كيف يمكن أن يحدث هناك فارق في الأداء والحكومة منفية ومرفوض وجودها في اليمن، والقيادة العسكرية ممنوعة أنها حتى رئيس هيئة أركان ممنوع أنه يذهب إلى عدن؟ حتى أستفيد من بقية الوقت الدكتور محمد، يعني كثير من النقاط طرحها الأستاذ أحمد ربما استمعت إليها، يعني كيف تتحدثون عن وجود هذه الحكومة، هناك أطراف في التحالف ودول في التحالف تمنع هذا الوجود بإنشاء هذه الجماعات التي تحدثت عنها التي تضرب في الشأن الداخلي، هي مدعومة كليا من الإمارات، ما هو ردك؟ بكل أسف الإمارات متهمة من جناح معين يبدو لي عندهم مشكلة مع الإمارات. الإمارات الدولة يعرف عنها معروف عنها أنها تريد استقرار اليمن، تريد أن يكون اليمن يمن بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، هكذا هي تريد استقرار اليمن وهي تدعم المجلس الانتقالي الواضح دعمه، يعني شيء ولكن بكل أسف جارة الإمارات قطر لا تريد استقرارا لليمن، هي التي تدعم الأطراف الذين يعادون الشعب اليمني من داخل اليمن نفسه. لم تجيبني دكتور، يعني دكتور اسمح لي يعني أجبني على هذه النقطة رجاء. يعني المجلس الانتقالي العالم كله يعلم من يدعمه، والحزام الأمني الكل يعلم تماما، وربما دعني لا أحدثك عن إعلامنا الذي لا تجده متوائما، دعني أحدثك عن تقارير دولية تحدثت عن دعم الإمارات لأجهزة لا تريد العمل للحكومة ولا تريد دعم الحكومة، منها الحزام الأمني وسمته بالاسم وذكرت الإمارات بالاسم. بكل أسف لم يكن هناك تعاون بشكل جيد، لأنه مثلا قطر وأذرع قطر باليمن لا يريدون لليمن استقرارا، عكس الإمارات تعمل على استقرار اليمن،
مثلا من اعاد بناء مطار عدن واعاد المؤسسات؟ كيف عاد وهو لا يعمل؟ ما هي عودته؟ ما هي عودته وهو لا يعمل؟ سيدتي اذا كان هناك ادرك قطر والقاعده والداعش وما يدعون هؤلاء والاخوان كلهم يعملون من اجل زعزعه الامن والاستقرار في هذه المناطق، الامارات تريد ان تشن في بناء اليمن. هناك من لا يريد لليمن ان يكون قويا اقتصاديا، موانئه تشتغل، مطاراته تعمل، شعبه يتعلم. بكل اسف هذه مشكلتنا في عالمنا العربي. للاسف انتهى الوقت دكتور محمد، ولم اجد منك اجابه شافيه. يعني هناك التفاف على الواقع الذي نعيشه والذي نقراه يوميا ونطلع عليه. شكرا جزيلا لوجودك دكتور محمد ال زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من ابها في اقل من دقيقه. استاذ احمد، هناك يعني اتهام بانه لا يوجد امن حقيقي في المناطق المحرره، فبالتالي لا يمكن للحكومة. يعني هناك قوات عسكريه كفيله بتامين الجزيره العربيه بالكامل، لكن الحديث عن شماعة قطر والجماعات الأخرى، لاحظنا أن تقرير لجنة الخبراء يقول أن السعودية وقطر والإمارات هي من استخدم يعني من استخدم القاعدة وسهلت وجودها في عدد كبير من المناطق. بالحديث عن الإنجازات الإماراتية في اليمن، لم تستطع حتى توليد كهرباء أو تأمين كهرباء لعدن. الحديث عن الإنجازات، ربما هي سجون سرية في عدن، في المكلا، في سيئون، في المهرة، في عدد كبير من المناطق. هذه هي الإنجازات التي عرفها اليمين للتحالف، لكن المشكلة تتعلق أولا هناك جزء كبير ذو شقين، يتعلق بالحكومة اليمنية وبالقوى السياسية اليمنية، الأحزاب اليمنية بشكل عام، وأيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن الإشكال الكبرى تتعلق في التحالف. التحالف لا يرى في اليمن إلا مشكلة يجب أن تظل وتستمر إلى الأبد. انتهى الوقت للأسف الشديد. أستاذ أحمد أزرق المحلل السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.